السلام عليكم. قبل كم يوم كذا وقفت في الشارع فطلعت مشوار مع رجل سوداني. أنعم وأكرم بأهلنا وحبايبنا أهل السودان. فسألت سؤال كذا في الطريق: كيف حالك يا عم؟ كيف أمور الدنيا معاك؟ فرد علي برد والله العظيم اقشعر بدني، رد عظيم جدا. قال لي: والله يا ولدي ما عمري شلت هم الدنيا كلها وهم الرزق هذا خصوصا. قال لي: بقول لك حاجة، أنا خلقت نفسي؟ فقلت له: لا أكيد طبعا، الله هو اللي خلقنا جميعا. فقال: مدام الله هو اللي خلقني أكيد راح يدبر أمري ويسهل لي حاجاتي ويرزقني ويكرمني، عشان كده مريح بالي وما أشيل هم أي شيء. هذا هو التوكل الحقيقي وحسن الظن بالله، التوكل الحقيقي الذي يفتقده الكثير منا الآن، وأنا أول واحد. دائما نتوكل باللسان، توكلنا على الله توكلنا على الله، وهذا شيء جميل، لكن التوكل الحقيقي محله القلب، محله القلب. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. في النهاية حاب أقول لكم: الله يجعلنا وإياكم من المتوكلين على الله حق التوكل. قولوا أمين. السلام عليكم.